عاد الجنرال الأبيض ليغزو سفوح جبال محافظة الخليل بعد اجتياح العاصفة إليكسا القادمة من أصول قطبية الأجواء الفلسطينية، في مشهد بعث البهجة والسرور في نفوس أهالي المحافظة خاصة الأطفال منهم. استنى الترجع بدنا تفجر الدنيا، لهي فجرت رحنا نلعب. الأولاد بنبسطوا والأهل بنبسطوا والكل بنبسط وجو الثلج بتعرف جو حلو والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. مبسوطين كيفين نروح نفور نلعب في الثلج، مبسوطين فرحة. الثلوج غطت الأرصفة والشوارع وأسقف المنازل باللون الأبيض الناصع، بينما شكلت البلدية في المحافظة غرف عمليات مشتركة لمواجهة موجة البرد القاسية التي تضرب البلاد. احنا طبعا اتعاملنا في اليوم الاول في بلدية الخليل مع اكثر من 372 حالة، وفي كهرباء الخليل تعاملوا زملائنا مع حوالي 189 حالة. معظم الحالات اللي تعاملنا معها بدي اتجاوز موضوع فتح الطرق اللي الكل شافه، انه احنا ساعدنا حالات انسانية كتير، مساعدة منازل غرقانة، توصيل الأطباء للمستشفيات، توصيل المرضى للمستشفيات. آليات غرفة طوارئ بلدية الخليل بقيت تعمل على مدار الساعة وتمكنت من فتح الطرق الرئيسية في الوقت الذي لم تمنع فيه كثافة الثلوج وتدني درجات الحرارة المواطنين من الخروج إلى الساحات والميادين العامة. الكهرباء بشكل كامل موجودة في الخليل ولم تقطع ولو للحظة واحدة على معظم الأحياء في المدينة، الطرق الرئيسية مفتوحة، البنى التحتية الموجودة في المدينة أثبتت جدارتها مقارنة بكثير من المدن المجاورة وأيضا من الدول العربية المجاورة. الحمد لله كانت كل الأمور على ما يرام. الآن الفرق الطوارئ تعمل بشكل متكامل. زائر الأبيض جاي يعم الخير على 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 جميع الناس يعني، ويعني احنا كمان في قوه في عاصفه قويه، يعني من سنين ما مرت علينا عاصفه قويه زي هاي اللي مرت، والحمد لله كانت الشوارع دائما فاتحه. الثلوج تراكمت في القرى الشماليه للمحافظه لا سيما العروب وسعير وحلحول وحي راس الجوره، فقد تجاوزت سماكه الثلوج 30 سنتيمترا وامتدت لتغطي المناطق التي ترتفع اكثر من 700 متر عن سطح البحر. حلول الزائر الأبيض ضيفا ثقيلا فرش ثوبه الناصع البياض على قمم الجبال وأنعم على البلدات والقرى بالثلوج، ثلوج يأمل المواطنون أن تبشر بموسم خير مليء بالخير والبركات. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، الخليل.